السلام عليكم، اهلا بكم ومرحبا بكم في قناة ام علي. فيديو تاع اليوم خاص مختلف على الفيديوهات المعتادة عليها. اليوم راح ادير لكم خويا الشيف جمال المعروف باطباقه المختلفة والمتنوعة، يقدم لكم طبق تاع سباغيتي لي بات بصلصة طماطم طبيعية 100%، وتنفع للريجيم. المهم ما تكونش طيبة بزاف، لازم متعداش 8 دقايق. اول حاجة دار الماء في الطنجرة باش يغلي. بالنسبة للمقادير دار 4 حبات طماطيش، زيت الزيتون، وخليط اوراق زغيطرة، رند وحباق او الريحان، ثوم، الملح والجبن هذا اختياري، والفلفل الكحل، وسباغيتي طبعا. اذا هنا قطع طماطيش قطع صغيرة، وهنايا راح يكرزي الثوم بالموس، يكرزيها برك ما يرحيهاش. صراحة طبق بنين بزاف وصحي واقتصادي وسريع، ما يكلفش بزاف. اذا في مقلاة حط الزيت، زيت الزيتون، ربع مغارف تاع زيت الزيتون، زاد فيه الثوم والاعشاب، يقليهم هنايا يزيد الطماطيش، يخليها تتقلى مع الثوم والأعشاب، زاد قليل من الملح، ويزيد للماء، من بعد ما غلى الماء نحط سباغيتي تطيب. ما لازمش تطيب بزاف، تبغى 8 دقايق. وهنا زاد فلفل كحل، بعد ما طابت الصوص لازم طماطش تطيب مليح. يقطر سباغيتي في الكسكس ويحطها مباشرة في الصوص ويخليها تتشرب مليح، ويقدمها في طبق تقديم.
بعد ما حطوه في طبق تقديم دار له الجبن، هنايا يعني دار البارميزان، تقدروا تستغنوا على الجبن، بصراحة طبق هايل. إذا نتمنى فيديو تاع اليوم يعجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.